يعني حتى لو مشاركة بسيطة بتواجدهم، برفعهم للإعلام، برفعهم لصور يعني صاحب الجلالة. أمس شفنا أخواننا المصريين، وقبلها كانوا القالية الأفغانية والباكستانية، يعني رهيبين جميلة. أنا أحبوني الأفغانيين صراحة بالأزاهيج تبعهم الأغاني والرقصات المميزة. عندهم فنون، عندهم رزحة بس مختلفة شوي. عاد أنت مع الفن والطرب، إذنك ما شاء الله موسيقية يا علي. هذيك الساعة كنا نستمع لأغنية حلوة عمان بلادي الغالية، أي جميلة كدا. هاي أحبها، فن الربوبة وشي كذا تقريبا هي. أنت كأنك قلت لي فن الطبل؟ لا ربوبة، هي ربوبة. وكنا ندور على فن الشرح على اليوتيوب وعلى حبيبنا جوجل بس ما وجدنا شيء. نتمنى انه يكون في تسجيلات اكثر، يعني يعني نهتم اكثر بهذه الفنون. هي اكيد موجوده، بس تعرف هالفنون عاده ما يعني ما تنزل على اليوتيوب والمواقع هذه خوفا عرضه من يعني. لا تعرفي حتى اصلا فن الشرح هذا من الفنون الصعبه، يعني يجيدها فقط الشياب اللي هم متمكنين ما شاء الله، ويبغى لها لياقه على فكره، يعني أنا صعب علي. يعطيك الصحة والعافية. طبعا احتفالات السلطنة مستمعينا ما تنتهي بانتهاء يوم الوطن ومحبة الأوطان، قصة أيضا لا تنتهي، قصة حقيقية عشنا ولازلنا نعيش تفاصيلها، ورح نتعرف على مظاهر هذه الاحتفالات من خلالكم مستمعينا، من خلال تواصلكم على 2469-8151. يمكن هالسنة العيد مختلف شوي، يعني الاحتفالات بدأت من 5 نوفمبر مع بداية الخطاب لمولانا حضرة صاحب الجلالة. يعني في هذاك الخطاب يعني باليوم الثاني وفي نفس اليوم انطلقت المسيرات وبدأ الشعب يحتفل والكل يعبر بطريقته. يعني نحن ذكرنا في تغريدتنا على تويتر أن نريد نشوف كيف تميز أيوة الولاية كيف تتميز عن الولاية الثانية في الاحتفالات، في المسيرات، التنظيم، من هي الجهة اللي كانت منظمة، عدد المشاركين، إذا في حد، إذا في مسيرة الآن منطلقة على الساعة 3، إحنا متواصلين لغاية الساعة 4 بالفعل، ممكن أن يوافينا بأخبارهم. أي صحيح. وفي معنا عديد من الفقرات مستمعينا، رح نتواصل مع بعض الطلبة، مع رئيسة النادي الثقافي في الجامعة الأمريكية في جامعة الشارقة، الأخت دعاء بنت سالم الكثيرية إن شاء الله، ومعنا رح نتواصل مع الشاعر بإذن الله أحمد البلوشي، وعدد من الشعراء والأطفال بإذن الله مستمعينا، ومعنا ضيف. خلينا معنا ضيف مفاجئة هنا في الاستوديو اليوم ما شاء الله، حتى الاستوديو مختلف شوي، مسوين ألوان وبالونات ومعرفه إيش، يفتح النفس، يا ريت لو كل يوم كذا. يعني إحنا يعني من أول نفسك ما مفتوحة؟ لا يعني خليني أقول الجملة اللي قلتها. إذن خلنا نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو، معنا شخص يعني عزيز وجانا من مكان بعيد، صار له تقريبا 17 يوم عنده رحلة تطواف باستخدام الدراجة الهوائية واللي نسميها نحن السيكل. ركبت سيكل؟ أكيد، من فينا ما ركب سيكل؟ أول قبل لما كنت صغيرة، مجرد ما خلص مدرسة أبوي يروح يشتري لنا أنا وأخوي الأكبر مني سياكل. انتوا البنات تسوق السيكل هذا ابو 3 تواير حتى ما يقلب، كنا نتسابق انا وهو يطرش من الدكان كل شيء، والله لحظات حلوه. مستمتعين الشعب مستمتعين. اذا خلينا نرحب بخالد بن محمد الشبيبي، صاحب مبادره الولاء والعرفان في حب القائد، يعني تطواف بدات من الكويت. خالد اهلا وسهلا بك. مرحبا وسهلا، مساء الخير وافراح نوفمبريه لكل المستمعين الكرام، مساء الخير استاذ علي و استاذة مشاعل نسيتها. حطي اسمك على ورقة كذا تحت، انا هني بلصقة فيها بهتفش. يعطيك العافية. نحن حابين نتعرف من خلالك، يعني اليوم نستثمر وجودك معانا، انت اليوم رجعت كان الختام اليوم الختام. حابين نتعرف على المبادرة، من وين جاتك الفكرة؟ هذه النسخة الثانية تقريبا صحيح؟ النسخة الثانية طبعا، أول نسخة كانت عام 2010 بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد. هذه المرة قلنا نحن بنطلع بطابع مختلف، اختلاف كلي عن 2010، بزيادة بعض الفعاليات والأنشطة في دول مقدس، وأيضا خط السير البرنامج الزمني. طبعا هذه رحلة طواف الخليج، رحلة وطنية، رحلة ولاء وعرفان مقام السامي، تحت شعار الولاء والحب لك يا سيدة قبوص، تتزامن مع احتفالات البلاد، وهذا اللي نحن نقدمه. يعني الجميل حتى النسخة الأولى كانت أيضا تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني، أكيد، وتحمل في طياتها العديد من الأنشطة والرسائل اللي نحب نوصلها لأفراد المجتمع سواء في دول مجلس مع شقان وأخواننا في دول الخليج. في لك بعد أهداف فرعية للرحلة هذه؟ أكيد.
اللي هي مثل تجنب الحوادث، الحظ على السرعة، تجنب السرعة الزائدة، المرور أكيد. طبعا الهدف الأسمى تجديد ولا والعرفان المقام السامي بالمناسبة للوطني 44 مجيد، ترويج على المقومات السياحية، ترويج عن التراث، عن السياحة، أيضا تشجيع الشباب على ممارسة رياضة، وتشجيع قائد المركبات بالتقيد بقواعد وأنظمة المرور. جميل. يعني السلام والمرور. حلو. طبعا سيكل مالك دراجة الهوائية ما نفس سيكل علي وسيكلي أنا طبعا. إحنا كنا نريد يدخل بالسيكل هنا نقرب. أيوة ناخذ لفة. أنا قلت له أمسي بالسيكل، قال لو كان تلفزيون كان بإمكاني أجيبه، لكن إذا ما مشكلة أجيبه علي، أنا عارفة ترى، عشان كذا قلت لك أجيبه. أخاف يشيله. إيش المميزات اللي تميز الدراجة الهوائية تبع خالد في يعني تمشي أميال ومسافات طويلة من عمان إلى كل دول الخليج عن باقي درجات؟ طبعا هي في جودة الصنع، خفة الوزن، ونحن نمشي في بعض الأوقات مرتفعات، يعني كتضاريس جبلية ومن ضمنها خط وادي القزي، يعني تعتبر هي أصعب مرحلة في هذه الرحلة والأطول، من محافظة البريمي إلى مسقط العامرة. كم خذت تقريبا من الوقت؟ والله خذنا البداية كانت الأحد الصباح. أيوة. ويفترض أن يكون الختام اليوم العصر، ولكن بالتنسيق مع بنك صحار وحكم الظروف مع وأيضا نقدم كلمة الشكر للمستشار خلفان النعبي وزارة الشؤون الرياضية، بطبيعة الحال وقت الدوام، فقدمنا مرحلة واحدة بدل ما يكون العصر صار الصباح. فكان البداية يفترض من البريم المغادرة العصر، ونحن قدمنا الصباح وكان الختام الصباح. ما شاء الله. اليوم كان الختام الصباح. اليوم الصباح الختام. أنا حتى سعيدين مشاعل إنه هو استجاب للدعوة من الإذاعة ووصل هنا عندنا، هو جاي بالزي رسمي الآن، بالقوتي واللباس بالفعل والشعار، يعني علم عمان يكتسي الزي تبعك، ومن الخلف في كذا توقيعة ولاء وعرفان لصاحب الجائزة. زين لو علي تلف شوية تقراها. هو عنده قميص يعني رهيب، دمت لنا عزا وفخرا يا سلطان عمان خالد بن محمد الشبيبي. هذا توقيع من اللي في القميص؟ توقيعك يعني انت حتى عندك قميص اخر اللي هو في اكثر من توقيع؟ اكيد. هذا مر على كم دولة؟ مر على كل 6 دول. ما شاء الله. مجلس التعاون، وهذا القميص الرسمي اللي استخدمه. ايضا في كتيب اخر اللي يتكلم شيء مكان حالنا نوقع ولا خلاص فل؟ لا لا اذا ماشي القميص اللي ارتديه بتوقع ان شاء الله. يعطيك العافيه. كانت البدايه من الكويت؟ من الكويت يوم الخميس 6 نوفمبر، وسبقها عده فعاليات في دوله الكويت الشقيقه، وايضا نوجه كلمه شكر لاخوان الاشقاء في دوله الكويت. يستاهلون. خبرنا عن المسافه اللي استغرقت من الكويت لعمان، يعني كم اسبوع خذيت؟ خلينا نرجع مرة ثانية، ولو نرجع الزمن 4 سنوات لفعالية 2010 بمناسبة عيد 40 مجيد. طبعا هي بداية خالد شبيبي باستخدام الدراجة الهوائية، وحب أنه يساهم لو جزء بسيط في احتفالات السلطنة، لأن كل حد أو كل فرد من أفراد المجتمع الشعب العماني يحاول أنه يتفنن كل واحد بطريقته. فأخذت الدراجة ورسمت خريطة دول مجلس البداية والبرنامج. حد كان معك في التخطيط في ترتيب كتنسيق كترتيب كله لوحدي، ولكن أيضا أوجه كلمة شكر للطاقم المرافق 2010 خلفان العامري وسعيد الشبيبي. كان في 2010 هذا المرة غيرنا المسار، وكانت 2010 خلينا نرجع كامل خط السير من الكويت مرورا بدول المجلس كله عن طريق الدراجة الهوائية. 2014 رحلة ولاء وعرفان المقام السامي اختلفت تماما عن 2010. باختلاف الفعاليات الأنشطة ومراحل استخدام الدراجة الهوائية. صرت تقيم معارض في الأماكن اللي تزورها؟ أيوة، يعني قمنا معارض في كل دول المجلس ما عدا الإمارات بحكم الاقتراب من المنطقة، يعني الختام، وزيارة بعض المستشفيات للمرضى، وأيضا روضة الفاتح في مملكة البحرين. والحمد لله رحلة حققت الأهداف.
وعلى حسب الخطة المرسومة. طبعا مستمعينا كل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج شباب على الهواء، موضوعنا تستمر فرحة الوطن. طبعا كل اللي حاب يعايد ويهني، وكل اللي حاب يخبرنا عن مظاهر الاحتفال معاهم، سواء كانوا في كليات، في جامعات، سواء كانوا في ولايات ومحافظات السلطنة، ما عليه يتصل على 24698151 أو يرسل على 90456 أو عن طريق الإنستغرام. أيضا ممكن يرسلوا صورهم والتفاصيل اللي كانت معهم بالأمس وأيام من بداية 5 نوفمبر على تويتر، وأيضا على حسابنا على الإنستغرام. ومتواصلين معكم طبعا لغاية الساعة 4، ومعنا الحبيب هنا خالد الشبيبي، وراح نتعرف على تفاصيل وبعض المواقف الطريفة طبعا اللي أكيد مرت عليه. لكن قبل خلنا نسير وناخذ أحد المتصلين ونقول يا مرحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام وألف رحمة. مرحبا يا أهل عمان الطيبين. يعطيك ربي الصحة والعافية. من معنا؟ عافيكم من الشر إن شاء الله. وياكم علي محمد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة. علي المزروعي، أهلا بإخواننا وشقانا في الإمارات العربية المتحدة. بس لو تربط حزام أطلبون، أنا ضرب لكم تليفون من أمس والله العظيم. أتحكى بنية عورتي وديد عورتي. بسم الله ما تشوف شر إن شاء الله. إن شاء الله إحنا محظوظين. ما أدري شو المشكلة اللي عندكم، يعني في مشكلة كانت قبل أمس؟ كانت عندنا مشكلة في الخطوط بالفعل، بس حتى أمس كان عندنا مشكلة اللي هي مشكلة الحظ. يعني أنا أضرب توني سبحان الله قلت بجرب بعد. يلا إن شاء الله كذا. بالعكس، وهذا ما غريب عليكم، يعني إخواننا الإماراتيين دايما قريبين وتشاركون. كنا فرحنا طبعا. أولا أحييكم وأحيي السلطان قابوس حفظه الله، سلطان عمان الشقيق وشعب عمان الحبيب، كلكم إن شاء الله بالصحة والعافية. الله يسلمك ويبارك عليكم. عيد السلطنة إن شاء الله من عام لعام ثوب جديد إن شاء الله تلبس السلطنة بوجود إن شاء الله قائدها المعظم السلطان قابوس، الله يحفظه يا رب ويرجع. الله يديم الافراح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. امين يا رب علي. امين. ويرجع لنا ان شاء الله بعد الشيخ خليفه ابو سلطان. ان شاء الله يا رب. الله يديم الصحه والسلامه. ان شاء الله تقرعينكم بشوفتهم يا رب، وان شاء الله كذا يعني افراحنا دائما مستمره، وان شاء الله نشارككم باذن الله في 2 ديسمبر في احتفالاتكم باليوم الوطني معاكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. عاد هاي كتبت الكلمات لسيدي مقام سيدي السلطان قابوس الله يحفظه. نسمع. بس كأنك تسرع المزروع تسرع أو شيء. اربط حزام الأمان. لا أنا الله يسلمك رايح المدرسة أشيل البنت، لكن أمشي شوي شوي. يعني مشكلة من حاط الحزام. الله يعافيك. حطيت يسوي الصوت هذا. إيه حطه زين حطه. نسمع 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 الأبيات. عشان أقولكم هالأبيات لازم أوقف. المزروع أقول فيها. أقول سلامات يا سيدي يا قابوس، خطاك الشر وشراره، والبسك الرب توب الصحة وسامة. يا من رفعت لعمان أحلى بنيانه، عزيز الروح آماله، يفكر برفعة أوطانه، يفرح كل من شافه، بشوفه يسعد شعوبه وجيرانه، وكل الناس له فرحانه، تدعي الرب سبحانه، يمن بالصحة على سيدي سيدي قابوس طال الله في عمره وفي شانه. آمين. آمين. أشوف الخير، أشوف الخير في أحلامه، مسعد الشعب ووطانه، حكم شعبه في حبه وفي طيبه وأخلاقه، والخليج كلهم إخوانه، جمعكم الرب سبحانه، وندعي الرب سبحانه يحفظه لشعبه والخليج وعمانه، وتبقى عمان في وجوده للعليا دوم مرفوعة، وهذه عمان رويانه، من حبه شبعانه، تقاها من حبه وفعاله ومن طيبه وأخلاقه. حفظك الله يا سيدي، ودام الله عليك الصحة أعوامه وأعوامه. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك. صح لسانك المزروعي. صح من قال إحنا أهل وإخوان. يشرفني طال عمركم. أنا تمنيت أول يوم أحصل الخط، لكن يعطيك الصحة والعافية. ما زالت الأفراح متتالية. الله ويحفظ يا رب العالمين السلطان قابوس السيد المعظم، ويحفظ شعب عمان ان شاء الله، وجمالنا دائما على المحبه، خليجنا واحد يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي لحظه قبل ما تسكر يا علي.
تفضلوا. من وين تكلمنا؟ من أي منطقة من الإمارات؟ أنا طالع لكم من رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة من رأس الخيمة. حي الله حي الله بأهل رأس الخيمة، تحياتنا لكم، وإن شاء الله الشعب كله واحد والخليج واحد بإذن الله. لا إحنا طال عمركم نحبكم، وأنتوا تاج على روسنا، إحنا إخوان. الله يخليك، ما عليكم زود، يعافيك ويطمنكم بصحة الشيخ خليفة بن زايد. ما عليكم زود، أنا أحب جامل، أحب الخليج كله من الشرق للغرب. ما عليكم زود، الله إن شاء الله دائما يجمعنا على المحبة دائما إن شاء الله، ويبعد عنا إن شاء الله المخربين والموسوسين وأصحاب الشر. آمين يا رب، والله يعود إن شاء الله الشيخ خليفة بصحة سلامة، إن شاء الله كل سنة وكل حول في خير وشوق جديد يا رب العالمين. آمين وياك، تسلم. الله يسلمك، الله يحفظكم ويحميكم ان شاء الله. سعيدين بهذا الوصال من اخونا علي المزروعي، وهكذا دائما ابناء الخليج يعني لحمه واحده. صحيح. مهما حاول البعض ان يدخل ببعض الفتن، لكن لا يزال النسيج الخليجي متحد، ولا الحمد يزال لله. الحمد لله الخليجيون متحدون خلف حكام. نتمنى الصحه والسلامه للشيخ خليفه بن زايد طبعا، ولمولانا حضره صاحب الجلاله والجميع الحكام باذن الله. نطلع فاصل وراتين. مرة أخرى الإجادة على منصة التكريم، التسجيل مفتوح الآن في جوائز عمانتل للإجادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسختها الثالثة. فوزك بهذه الجائزة قد يكون انطلاقة ودفعة جديدة لأعمالك لتنال التقدير الذي تستحقه أعمالك. سجل الآن. للمزيد من التفاصيل عن فئة الجائزة وكيفية المشاركة، تفضل بزيارة www.omantel.com/smeawards. يغلق باب التسجيل بتاريخ 20 نوفمبر 2014. إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. 15 مليون ريال عماني، 15 مليون ريال عماني، 15 مليون ريال عماني، بل أكثر من 15 مليون ريال عماني حققت أحلام العديد من زبائننا. والآن جوائز يومية وأسبوعية، وفر اليوم لتربح كل يوم. اتصل اليوم على 24791111. بنك ظفار، بنكك المفضل. الصفا للأغذية تدشن خيرات كباب اللحم تشابلي بالنكهة الباكستانية الأصيلة، معد من أفضل المكونات الطبيعية والتوابل الباكستانية الفريدة. كباب اللحم تشابلي من خيرات تجعل كل مناسباتك خاصة. احتفل بعشر سنوات من الطعم الأصيل وعيش حياة صحية مع كباب لحم تشابلي من خيرات، الشهي واللذيذ. خيرات 100% طبيعي وشهي. وش صار؟ هالطعم جنني، هاللذة تسحرني، حلوى الديواني يختار حلوى، هذا الحلا ما صار في طعمها تحتار، للديوانية اختار. وش صار؟ هالطعم فعلا غير، الأول أكيد يصير الديوانية بختار. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. حياك محمد، أخبارك؟ أوه ما شاء الله أشوفك فرحان. هي نعم، ما بس فرحان، أنا طاير من الفرحة. زين عاد خبرني، خليني أفرح معاك، مو مستوي. تصدق إن اشتريت البيت اللي كنت أحلم فيه بس في 5 أيام؟ ما معقولة، تحسبني ما أعرف قراءة القروض الإسكانية وتعقيداتها. أنت الظاهر ما زرت بنك ظفار لأنك تروم تشتري البيت في 5 أيام بس. أمشي تجهز كل المستندات المطلوبة وأمورك طيبة مع بنك ظفار. يلا روح قدم واشتري بيت واعزمني الأسبوع الجاي مع القرض الإسكاني من بنك ظفار. يمكنك امتلاك منزل أحلامك بأقل سعر فائدة خلال 5 أيام فقط. اتصل اليوم على 24-79-1111. بنك ظفار، بنكك المفضل. تطبق الشروط والأحكام. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. واتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان،
حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، صرنا نحول فلوسنا ونخلص معاملاتنا من أي مكان، في البيت، في المقهى أو على الشاطئ. الحياة صارت سهلة ومختصرة، اختصرها أحسن وريح بالك، وانهي معاملاتك الإلكترونية وانت في مكانك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. شاهد قصة الحياة اختصار على الهاشتاج اختصرها أحسن. 32 مشروعا رياديا رسمنا مع أصحابها الخطوات الأولى لإطلاقها وتنميتها نحو النجاح. بادر بالتسجيل في برنامج الخلية عبر الموقع الإلكتروني www.alkhaliya.com. للمزيد من التفاصيل تابعوا حسابات البرنامج على مواقع الإعلام الاجتماعي. مبادرة الخلية هي إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. جاردينيا للزهور والهدايا وكوشات الأعراس تهنئكم بالعيد الوطني 44 المجيد، وتدعوكم لزيارة فروعهم التالية: في مسقط، الخوير، صلالة الجديدة مقابل وزارة الإسكان، صور سوق الشرية الجديد، صحار بجانب كارفور. للاستفسار الاتصال على 99801007 أو 92777883. حيانا النوفمبرية المسائية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامج شباب على الهواء. هذا مقطع من مهرجان عبريلا سنة 1999 بالفعل. جميلة كانت المهرجانات ولا زالت يعني في مهرجانات، وفي بعض الأغاني إذا تسمعها على طول تتذكر المهرجانات، تتذكر حضور صاحب الجلالة وتتذكر بالفعل الطلاب بالزي التقليدي للمحافظة اللي يعني عمل فيها المهرجان. يعني بأمانة لوحة فنية، يعني لما ترجع تتذكر تحس انها فيها تناغم مع انسجام مع موسيقى أكيد. جميلة لو إلها يعني إلها مستمعيها، يعني في ناس يعني تتصل حتى أحيانا ترسلنا رسائل نريد اللوحة الفلانية من مهرجان سنة كذا كذا. بالفعل صحيح. في مقطوعة أم السناسل أو شيء جلال موجودة تبع مهرجان نزوة صحيح؟ أيوة نزوة نزوة ما سهلين على فكرة تحياتنا لهم طبعا مستمعين، وحياكم الله معانا وكل اللي حاب يتواصل معانا على 99456 من خلال الرسائل النصية، وعلى الهاتف 24698151 والإنستغرام. خلينا نقرأ شوي من الرسائل اللي وصلتنا على تويتر قبل ما نرجع وندردش شوي مع حبيبنا هنا خالد الشبيبي على شباب راديو أمان. رقية ناصر تقول: مساءكم ملحمة عشق لوطن أشاد بإنجازاته العالم أجمع، مساءكم قائد على القلوب يتربع وهو للسلام
خير منبع. جميل. رقية بعد تقول الحب سيدتي لغيرك ما له طعم، فأنت الحب فلتتنعمي، إلى أمي عمان. رقية ناصر تحياتنا لك. سعيدين بهذا الوصال منكم مستمعينا ومتابعينا. من الجميل من الطريف عفوا علي. إحنا لما ننزل تغريدات علشان نعرف إحنا وين بداية أول تغريدة توصلنا، على طول نروح نشوف رقية ناصر نقول خلاص هني أول تغريدة. هي على طول موقتها على التويتر تكون. لا تصكها بعين الحين. لا ما شاء الله عليه من المتابعين الدايبين أيضا. نقرأ بعض الرسائل وصلتنا. محمود الهلال يقول بالفعل كل شخص عبر بطريقته، إن شاء الله كل أيامنا فرح وسعادة على هذه الأرض الطيبة، اللهم احفظ جلالة السلطان وأعده لعمان. إذن الكل يتفق على أنها كانت فرحة وكانت عيد بالأمس، وسيستمر إن شاء الله وستستمر هذه الأعياد إلى أن يعود مولانا حضرة صاحب الجلالة بالصحة والعافية بعد أن يتم فترة المراجعة الطبية. المهندسة أم عمار تقول طبعا العيد هالمرة مختلف بعد اطمئنان الشعب على صحة القائد، المسيرات والاحتفالات بكل مكان، ربي يكلل الفرحة بعودة سلطاننا بالسلام. جميل. على طار المسيرات طبعا من ضمن فعاليات المسيرة الوطنية وتدشين أطول علم بالسلطنة في بلدة سيقة بولاية سمالس، يعني راح يقام في نفس اليوم عرض ممتع لأول مرة في ولاية سماء المستمعين، عرض للطائرات اللاسلكية. حلو. لفريق مسقط للطائرات اللاسلكية والدعوة عامة للجميع طبعا اليوم هذا؟ إيه راح ناخذ التفاصيل أكثر. مش اليوم الفعالية بس راح يخبرنا هو متى بالضبط، راح ناخذ التفاصيل عبر الهاتف معنا أحمد بن سعيد السليمي رئيس اللجنة الإعلامية للمسيرة. حياك الله أخوي أحمد. حياكم الله. كل عام وانت بخير، وكل عام عمان وقابوسنا إن شاء الله بألف صحة وسلامة. كل عام طيبين طبعا. بداية مساءكم وطن، وأحب أمسي على الأخ علي وأخت. يا مرحبا، يعطيك الصحة والعافية. يعطيك الصحة والعافية. كما أيضا أمسي على مخرجنا المبدع دائما جلال الخويطري. لا جلال ما مقصر معليك. يعطيكم الصحة والعافية. نحن حابين نتعرف من خلالك بما أنكم أنتم الآن عندكم فعالية تتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 44، نعرف المستمع بوقت إقامة الفعالية، نوعية الفعالية. أنا سعيد جدا بهذا التواصل. في الحقيقة ارتأى أهالي بلدة سيقد ولاية سمايل بتنظيم هذه المسيرة الوطنية في حب الوطن والقائد. جميل. وبكل تأكيد تأتي هذه المسيرة اطمئنانا وفرحة بصحة مولانا حفظه الله ورعاه، وطبعا أبقاه ذخرا لهذا الوطن، وتأتي أيضا تزامنا مع الاحتفالات البلاد بالعيد الوطني 44 المجيد. حلو. وطبعا نأمل أن تكون هذه المسيرة ملحمة وطنية تاريخية تجسد الملامح العمانية التي سوف تتلاحم كالجسد الواحد لتكتمل الفرحة فرحتين. طبعا فرحة طلة مولانا حفظه الله وفرحة العيد الوطني 44 المجيد. حلو. خبرنا أخوي أحمد عن لماذا تم اختيار اسم المسيرة مسيرة وطن وقائد؟ طبعا أختي مشاعل، تم اختيار طبعا اسم مسيرة وطن وقائد. طرحت هناك عدة خيارات، عدة خيارات طبعا من ضمن أعضاء اللجنة المنظمة. فتم الاتفاق بالإجماع على مسيرة وطن وقائد، أي بكل تأكيد يحمل هذا الاسم معاني كبيرة واضحة، أي مسيرة وطن وقائد تحمل 44 عام من مسيرة الخير والعطاء لعمان، بلد الأمن والأمان والسلام. نعم. كما هناك مسيرة قائد يحمل اسم مولانا حفظه الله ورعاه سلطاننا الأمين الذي جعل من شأن عمان هاجسه اليومي وفكره أيضا وعمله، وجعل شعب عمان بؤرة اهتمام لديه. صحيح. يعني أنتم الآن راح تقوموا بالفعالية هذه، أنتم عندكم تقريبا أطول علم صحيح؟ أكيد بكل تأكيد. كم راح يكون طول العلم؟ والله طبعا ارتأت اللجنة أنه يكون الحدث الأبرز في على مستوى السلطنة. طبعا هناك تفاصيل وعدة لتدشين هذا العمل، حيث يبلغ طول العمل 2300 متر. 2300 متر ما شاء الله. نعم. كما هناك أيضا تفاصيل أخرى، يبلغ عرض العلم 230 سنتي تقريبا. كما هناك الوزن العلم يبلغ تقريبا يحضرني 432 كيلوغرام. ما شاء الله. حتى أنتم مستخدمين نوعية خاصة من الخيط أو شيء كذا؟ أكيد طبعا. هناك رتأينا أن نستخدم أفخر القماش لكي لا تأثر أثناء الخياطة والتركيب، حيث بلغ عدد طاقات القماش المستخدمة في الخياطة طبعا 288 طاقة مقسمة في اللون 96 طاقة. ما شاء الله ما شاء الله. خبرنا أخوي أحمد عن برنامج المسيرة، عادة تتضمن فيها يعني فنون شعبية، تتضمن فيها فعاليات مصاحبة للمسيرة، خبرنا إيش أنتم منظمين لهذه المسيرة؟ طبعا أختي مشاعل، برنامج المسيرة من ضمن الأجندة التي سوف تكون حاضرة
سيكون الافتتاح إن شاء الله بالقرآن الكريم. ثم يبدأ تدشين أطول علم في السلطنة برعاية الدكتور عبد الله بن محمد صارمي وكيل وزارة التعليم العالي. وطبعا هناك سيكون بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس البلدي والمشايخ وأهل البلد وأبناء الولاية وأهل القرى المجاورة. وثم يبدأ انطلاق المسيرة لمسافة 8 كيلومتر ويتخلى المسيرة الفنون التقليدية وبعض القصائد والأناشيد المعبرة في حب الوطن والقائد. جميل جميل. وطبعا بعد الوصول إلى نقطة نهاية إلى مقر فريق سيجا الرياضي طبعا على موعد هناك أعدة اللجنة مسرح خاص لقاء القصائد والأناشيد ومسرحية هادفة راح تكون فخر الإنجازات وثم الدعاء لمولانا حفظه الله ورعاه. كما هناك عدة اللجنة المنظمة مفاجأة للحضور سيكون إن شاء الله عرض ممتع للطائرات اللاسلكية احتفالا بهذه المناسبتين الغاليتين وسوف يقدم العرض فريق مسقط للطائرة اللاسلكية وطبعا الدعوة عامة للجميع إن شاء الله. متى بالضبط راح تكون الشسمة المناسبة؟ إن شاء الله راح تكون يوم السبت بتاريخ 22/11/2014 في إجازة. الساعة 7:30. جميل إجازة وكل اللي حاب أن يروح طبعا يوم السبت في ولاية سماء المسلمين. خلنا نذكر بالموقع، وين الموقع بالتحديد؟ راح يكون إن شاء الله الموقع في قرية سيجا طبعا المجاورة لقرى وادي بن رواحة. سيكون إن شاء الله من عند دوار فريق سيجا من عند الدوار إلى مقر الفريق. جميل. كلمة أخيرة أخوي أحمد حاب توجهها لي بخصوص حب الوطن ويوم اليوم الوطني 44. أكيد طبعا هناك كلمة تقال في حق الوطن، طبعا نجدد العهد والوفاء والاعتزاز بالمضي قدما خلف مسيرة مولانا الظافرة بكل العزم والثبات، وضارعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته في حله وترحاله. أمين يا رب. وأن يصبغ عليه على الدوام نعمة الصحة ويلبسه ثوب العافية ويعيده إلى أرض الوطن سالما، اللهم آمين طبعا. أمين يا رب. أمين. يعطيكم ربي الصحة والعافية. كما أوجه كلمة شكر وتقدير لجميع أهالي بلدة سيجا بولاية سمايل، وخص بالشكر كل اللجان المنظمة لهذا الحدث، والشكر موصول أيضا لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، والشكر أيضا لكم إذاعة الشباب ولكم أنتم أيها المبدعون، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. واجبنا الإبداع منكم أنتم الشباب أصحاب المبادرة. يعني عمل علم بطول 2 كيلومتر و300 متر يعني ليس بالعمل السهل، أيضا في فعاليات أخرى مصاحبة، يعني أنتم عملتوا مهرجان. أكيد أكيد أخي علي طبعا. وسمايل وش يقولوا؟ سمايل فيها وش؟ فرض مايل. تحياتنا أخي أحمد بن سعيد السليم رئيس اللجنة الإعلامية للمسيرة إن شاء الله اللي راح تقام بإذن الله يوم السبت. شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم أحسنتم. مع السلامة. حياكم الله معنا مستمعينا، واهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم شباب على الهواء، متواصلين معاكم ان شاء الله لغايه الساعه 4، وما زلنا مستمرين في فرحه وطن، متواصلين معاكم من خلال الانجازات الشبابيه اللي تفرح القلب. يعني الان احنا عندنا مثال هنا في الاستوديو اللي هو خالد الشبيبي، وايضا قبل شوي احمد السليمي، يعني عندهم مبادرات، يعني شباب ما مقصر. حتى احنا عندنا اطول علم هنا في الاستوديو، وعندنا حتى هنا في الطاولة موجود بعد. لا صراحة أشوف زهور وأشوف حركات وأشوف هذا قلال بالونات وأشياء جميلة. الله يديم الأفراح إن شاء الله والأعياد تستمر. نحن نريد نعرف من حبيبنا خالد الشبيبي هنا، يعني أنت الآن قمت بزيارة لجميع دول الخليج العربية، كيف كان يعني تجاوب أشقائنا الخليجيين وتفاعلهم مع احتفالك بالأعياد الوطنية وأيضا الورش اللي كنت تقيمها هناك؟ طبعا هي رسالة ولاء وعرفان، صح أن انطلقت من عمان وترجع لعمان، ولكن أخوان الأشقاء بداية من الكويت مرورا بالسعودية، مملكة البحرين، دولة قطر، أيضا الإمارات،
والشعب العماني أيضا هي رسالة لحمة واحدة وخليقنا واحد من ناحية التفاعل في الأنشطة. وأيضا اللي أكثر شيء يعني بعض الأوقات تدمع عينك لما يسألوا عن مولاه يحفظه الله. صحيح. حتى يمكنك أنتوا تلتقوا بالطلبة والناس المبتعثين للدراسة. بالفعل يعني حتى في جامعة الخليج العربي قمنا معرض في مملكة البحرين. يعني سعوديين قطريين أماراتيين من كل دول المجلس عمانيين أيضا نوجه لهم تحية والله يوفقهم إن شاء الله. أكيد أن لما شوفوا صورة مولاي حفظه الله والبعض حتى في الحدود دائما يسألوا عن صحة مولاي فالله يرجعهم بالسلامة. اللهم آمين. آمين آمين إن شاء الله. يعني يمكن البعض يسمع عن الرحلة الآن 17 يوم وزيارة لمختلف دول الخليج يعني عمل محتاج لجهد لتركيز، كيف تعمل التنسيق؟ التنسيق هو في شغل مضاعف قبل الانطلاق بفترة زمنية. كنت استفدت من التجربة الأولى اللي هي كانت في 2010 كانت؟ فعلا أخي علي هي 2010 كان نعتبرها حصة تقوية أو مدرسة دخلنا فيها في نشاط وكل واحد يستفيد من ما نقول من الأخطاء ولكن الشخص اللي ما يستفيد من تجربته أكيد أنه رايح يقع في بعض خلينا نقول ينسى يعني حاجة معينة فأكيد أنه الرحلة الأولى كانت هي بس على فكرة المفاجآت ممتعة لما أكيد. تصير في رحلة وتعمل لك مشكلة يبنشر التاير يصير أكيد هو في 2010 نفس الشيء مواقف ولو نذكر منها موقف واحد في منطقة منطقة الشرقية بالسعودية وأنا سوق الدراجة توقع بعد المغرب تكرم الحيوانات الكلب أنا سوق وهو ينبح يعني هذه فأنا من هنا خيفان ومن هنا موقف طريف يعني وين طريف موقف طريف مخوف أعطيه أي شيء تهونه يرميله شيء وراه يا ريت طيب ما نتكلمنا إحنا عن موضوعك مع الطلبة خلينا نأخذ المكالمة الجاية معنا الطالب محمد بن عبد الله بن صالح الربيعي. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. كل عام وانت بخير محمد. من وين انت؟ كم عمرك؟ عمري 10 سنوات. العمر كله ان شاء الله يا رب. صرت الالعاب ناريه امس دبدوب صرت الالعاب ناريه امس هو فصحار ما هني هي هناك عندكم سووا يمكن شاف في التلفزيون يقصد يمكن محمد نعم احتفلتوا في المدرسة؟ نعم شاركت بالعيد. اها شاركت بالعيد الوطني. احتفلنا بالعيد الوطني. انزين احنا قالوا لنا انك انت عندك حاجه حابه تقدمها في هاليوم بمناسبه العيد الوطني وحابين نسمعها منك يا محمد. يعني انا احب الشعر. اها يعني يلا عندك قصيده يعني؟ يعني احب الشعر لأنه يعبر عن حبي لوطني وعن جلال سلطان. يا عمري يلا عيل دام ان عندك قصيدة حابين نسمعها يا محمد. لا بس يعني عالي لأن القصيدة طويلة يعني. نسمع شيء منها اللي تحفظها اختصر منها اللي حافظنا علشان مش اسمع الوقت. أمانة أمانة وصلوا صوتي لسلطاني قابوس أنا أسده قولوا للشوق لشوفته أظنان شوفي ومسمعي وقلوبنا سريه تابي رد من ديرة الألماني تفرح في عمان شعبها يلقاه متابكين تابي رد لعماني ترد قلب عمان دواه لاب الحنون القائد الفاني كل ما فينا نعشقه نهواه نعم قابوس نعم قابوس نبضي وشرياني في كل لحظة دعينا ربنا يشبه أحبه وعمان من القاصير الثاني تعشق تراب اللي يتغطى على شاه وعدنا الدعام كل إخلاص والثاني في كل ركعة ركعنا سجود وصلاة يلا يطول عمر سلطاني بن سعيد فرحة القلب ومنا نعم قابوس دمي وشرياني في كل ما فينا نشقه ونهواه كل ما فينا نشقه ونهواه
ما شاء الله عليك. صح بوحك يا محمد، صح لسانك. محمد، محمد من حفظك القصيدة هذه؟ يعني أمي تحفظها. الله يعطيها الصحة والعافية وبوسها من فوق الرأس، وقولها إحنا نسلم عليها وايد يا محمد، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. وقابوس نبضي وشرياني، وأنت يعني طفل وجميل منك الكلمات هذه، وجميلة منك المشاعر. مشروع شعر هو، مشروع شعري يستاهل. هم العائلة فيها شعر. حسن استضيفه مستقبلا. إن شاء الله بإذن الله يا محمد. شكرا لك يا محمد، واسمع المقطع اللي جاي الحين. شكرا على هذا البرنامج اللي يعني سويته حقي. الله يعافيك حبيبي، واجبنا هذا. تسلم، الله يخليك ويحفظك يا رب. مع السلامة. حبك بابا قابوس. أنا اسمي فاطمة بنت يوسف، أنا أحب بابا قابوس وايد. الله يحفظه ويعوده بالسلامة، كل عام بخير. أحلامنا تكبر بنا هنا، تسري في دمنا شموس عمرنا. الحمد لله، اليوم طمنا على أبونا ومولانا وقائدنا قابوس. الله يشفيك يا تاج رأسي ويعافيك ويخليك ذخر لنا ورعمان. أسجدنا لله سجدة شكر يوما سمعنا صوتك يا الحبيب. الحمد لله، الحمد لله. سود مشهورين، سود لا قابوس، سود اهل ناموس، المسلمين كبر. الله اكبر. كل عام بابا قابوس بخير. بالفخر يرفع لواء، تاريخي يسهر بلا طه، وبلادي عنوان الاباء، هذه بلاد السلطنة. معكم الوليد بخار سيد قاسمي، وعمري 7 سنوات، وكل عام بابا قابوس بخير. صيد العويري أشياب ويرفل في الأمان وفي النعم، يفديك يا قابوس من روح ودم. فاليوم تحتفل البلاد بعيدكم، والكل يهتف بالولاء وبالقسم. يا أيها السلطان، يا ملك الورى، يا قمة أعلى من الجبل الأشم. ستعلو بلادي وهذا قسم، هذه من كلمات الأغنية اللي كنا نستمع لها قبل شوي. وقبلها كنا مع البراءة، مع محمد الربيعي، وأيضا استمعنا للمقطع المسجل لبعض الأطفال. بالفعل، وهذاك واحد فيهم يقول عازي سود ولاد العم وسود ولاد هاي ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم. آمين، الله يحفظهم يا رب كلهم، ما شاء الله عليهم. كل من يعني عبر بأسلوبه بمحبته للوطن وهم أطفال ببراءتهم،
كل كلمة تطلع منهم البراءة، البراءة ترسم البسمة على طول مباشرة. بالفعل بالفعل. نروح مستمعينا للرسائل اللي وصلتنا على 90456، وإن شاء الله قد ما نقدر راح نقرأ كل الرسائل حتى اللي على تويتر والإنستغرام اللي لحد الحين ما قرينا منهم حاجة. يقول محمد البادي مساء الخير وكل عام وأنتم بخير وأنت بصحة وسلامة. أيضا هي معشوقتي واللي أحببتها قبل أن أراها فبادلتني بنفسي ذات الحب رغم أن لندن معشوقتي، أخرى تسامرني وقت السحر وفي جنح الظلام لكنها عمان تظل معشوقتي بدية نبض وأمل. تحياتنا. ما ذكر اسمها أو ما ذكر اسمها. تحياتنا لكم على العموم. السلام عليكم. تحية طيبة لضيفكم صديقي العزيز خالد الشبيبي، خالد السلطي. خالد ما سهل، عنده معجبين وعنده متابعين. يستاهل يستاهل. يعطي العافية الأخ خالد السلطي. الله يسلمك ويعافيك. صح لسانك، يقول صح لسانك ومشاعرك المزروع هذا المتصل أخونا من الإمارات. ويقول أنت وأمثالك عراس أخوي. هذه رسالة من أخونا خالد الحضرمي. تحياتنا لك يا خالد. الوطن غالي والله غالي، ماي شراب الهون مثل الجمر عالي يسوى نظر العيون. أحمد سليمان من إسكي، شكرا على الكلمات الجميلة يا أحمد. رجل وعد وأوفى وقال وفعل، أننا لسنا بحلم وفعلا إننا لسنا بحلم، إنها حقيقة. حماك الله يا صاحب هذا أو هذه النهضة. ونفس الوفاء، وكل عام وأنت بألف خير يا مولاي. أمينة سعيد المعمارية، هي رسالة كاملة كاملة تقول نفرح بهذا التاريخ من كل عام. لماذا؟ لأن بلدنا استيقظت من 44 سنة على رجل وفى وعد وأوفى وقال وفعل، إننا لسنا بحلم، إنها حقيقة. حماك الله يا صاحب الوفاء، وكل عام وأنت بألف خير يا مولاي. أمينة سعيد المعمارية. أيضا من الرسائل نقرأ آخر رسالة. يسعد الله مساكم ويسعد مساء الوطن. أبي أسمع فهد بلان، أي أغنية؟ نذهب قبل أن نسمع، نذهب للفترة الدينية وردين إن شاء الله. أعماننا في حما قابوس، مسعدها ما ترتضي غير الأول دوم في العالي. وتنور الدار خير بشوف قايدها، قابوس للسلطنة وستر وظلالي. أوفى وعودة التي بالأمس وعدها، مرتاح الشعب من أولها إلى التالي. بلادنا في حما قابوس مسعدها، ما ترتضي غير الأول دوم في العالي. وعمان في سماء الأمجاد توجدها، بيحبها شعبها شجعان ورجالي. وتنور الدار خير بشوف قايدها، قابوس للسلطنة وستر وظلالي. أوفى وعود التي بالأمس وعدها، مرتاح الشعب من أولها إلى التالي. بلادنا في حما قابوس مسعدها. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة ومن جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشهر بمحافظة مسقط، يرفع على مسامعكم أذان العصر ويرفع محمد بن سعود بن محمد الفرعي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا أرحم الراحمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة. هكذا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها رفع على مسامعكم أذان العصر. مرتاح شعبه من أولها إلى التالي، بلادنا في حما قابوس مسعدها، ما ترتضي غير الأول دوم في العالي، وعماننا في سما الأمجاد توجدها، في حبها شعبها شجعان ورجالي، عمان فيها الكرم مدام رايدها، كريم وقلبه رحوم في كل الأحوالي، بكل قناص يرمي ودوم صايدها، قابوس صاد الزمن الأول مع الحالي، مسيرة بالوفاء قابوس قايدها، والشعب حقق بجهده كل الأمالي، في طفرة العز كل الناس تشهدها، من فضل ربي شهدها شعبه الغالي، عمان فيها الكرم مدام رايدها، كريم وقلبه رحوم في كل الأحوالي، بكل قناص يرمي ودوم صايدها، قابوس صاد الزمن الأول مع الحالي، مسيرة بالوفاء قابوس قايدها، والشعب حقق بجهده كل الأمالي، في طفرة العز كل الناس تشهدها، من فضل ربي شهدها شعبه الغالي، يا سيد عهودنا دايم نجددها، كلنا تحت أمرتك أشر ولا تبالي، أمر على الأهداف يلي تحددها، شوفتك قابوس عايدها، يا منور الدار مالك ند وامثالي، شعبك عهوده بشوفك جاي رددها، لك الولا والوفا يا طيب الفالي، يا سيد عهودنا دايم نجددها، كلنا تحت
بعد أمرتك أشر ولا تبالي أمر على الأهداف يلي تحددها من رد دون الهدف لو نفقد الحال. شباب على الهوى. شباب على الهوى على الهوى يا شباب. سوالفنا شبابية سوالف شبابية خير تجمعنا الحب للقاكم سوالف شبابية سوالف شبابية خير تجمعنا الحب للقاكم سوالف شبابية سوالف شبابية سوالف شبابية على وين؟ على وين؟ يا شباب شباب على الهوى. شباب على الهوى كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهوى يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا. شباب شباب على الهوى على الهوى يا شباب. مع بزوغ فجر نوفمبر المجيد خطت عمان خطوة مهمة مستمعين نحو التقدم وتوفير العيش الرغيد لأبناء هذا الشعب، وسيشهد التاريخ وسيكتب على جدرانه بارك الله لعمان وحاكمها وشعبها هذا التقدم والتطور. وإلى الأمام يا عمان بقيادة ابنها البار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وسنظل نقف جنبا إلى جنب لبناء التقدم لبلدنا المعطاء والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة. إذن تفاصيل نوفمبرية نحتفي بها وإياكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، نقترب وإياكم من خلال تواصلكم عبر قنواتنا المختلفة سواء بالاتصال على 2469-8151 أو بالرسالة النصية القصيرة على 90-456 أو حتى على التويتر والإنستغرام. وخلنا نقرأ شوي من رسائل مشاعل. من الرسائل اللي وصلتنا أحمد سليمان من إسكي يقول الشكر موصول طبعا إلى أسرة البرنامج، تحياتنا لك يا أحمد. كل الشكر لكم، أنتم من أسرة البرنامج بعد مستمعينا. صحيح. درويش بن سالم الكيومي من ولاية السويق يقول يسعد مساء عمان مع شهر نوفمبر، أجمل التهاني القلبية نزفها للوطن الغالي وقائدنا المفدى حفظه الله والشعب العماني بمناسبة العيد الوطني المجيد 44 وكل عمان وكل عام وعماننا الغالية تزهو وتزدهر بنعمة الأمن والاستقرار، اللهم آمين. كل الشكر لك. اللهم آمين يا رب. شكرا لك. ورسالة تقول من بثينة الوهيبية، ولكم مني أجمل تحية مسائية عطرية نوفمبرية عمانية سلطانية قابوسية وهيبية، تحياتنا لك. تحياتنا لك بثينة. وأيضا من الرسائل مساؤكم وطن، مساؤكم قابوس، مساؤكم نبل عمان الذي يتقدم فريق الإيثار التطوعي بالتهنئة القلبية لبني عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وإلى الشعب العماني الأبي بالعيد الوطني 44 المجيد ونجدد العهد والولاء. أكيد متواصلين معكم مستمعين، لكن خلونا ناخذ المكالمة اللي تنتظر الشاعر أحمد البلوشي. مساءك نوفمبر يا شاعر أحمد. مساكم وطن جميل بجمال أرواحكم ومستمعيك. الله يخليك ما شاء الله. الحين عاد معنا شاعر راح نضيع نحن. والله يا أخوي علي دايما بطلعك زود وانت من الناس الجميلين. الله يخليك. بضيع الكلمات احنا يعني بنبحر مع يعني كلماتك. يعني السعيدين الحظ في مثل هذه المناسبات الوطنية هم الشعراء. أي. يعني المفردة يمكن
يعني يكون عندهم كريمين دائما. الله يخليك ما عليك زود. عزيز وغالي أحمد البلوشي شعرنا المميز، نحن نحب نبدأ معك مباشرة ندخل في الموضوع ونسمع شيء من عندك. الله يسلمك على عيني وراسي. طبعا الكلام المستهلك كثير، فدائما نردد أن هذا الوطن يستحق الأكثر، ولكن هي أبيات متواضعة أقول: للحبر نبراس وللمجد عنوان، وعمان دولة والمعالي عمدها، والراسيات وهيبة العز طان، قابوس بفكارة بناها وعقدها، شارك بنا لجل الوطن فكر وإيمان، نبني لجل هذه البلاد وسعدها منابر تفتح للأفكار بيبان، وأنا مواطن مشترك في سندها. تاريخها عالي قمم والحبر زان، له حق يتفاخر بطاري سردها، دام الوطن قابوس وافكاره عمان، أكيد نقرأ كل علي صعدها. هذا وطن نهج التشاور ولوزان، هذا العماني في المعالي ولدها، أطلق عنانه للمدى سالها التان، من فيض أفكار العلوم وعددها، جاءت الأماني كملت فكر واركان، واليوم نجمع كل نجمة حصدها. هذا بلد من نور وانفاسه إنسان، إنسان يوقف عند مطلب أسدها، قابوس يوم الأرض توقف على شان، تاريخها قامت سواعد بلدها، صوتك شمس وعمان ما بين بلدان، تفاخرت بعيالها وبسندها، قام المجد ويزاحم الأرض لعمان، وعمان بستان المعالي عمدها. الله. وعمان بستان المعالي عمدها. يا سلام. روحك صحة أبدانكم. ما شاء الله، يعني هذه ما أعرف أنا، هي قصيدة، هي رسمة، هي موسيقى، هي متكاملة جدا، ما شاء الله عليك. جزاكم الله خير. طبعا يستحق الأكثر هذا الوطن. أكيد. دائما الاحتفالات الوطنية تعطي الكاتب والمواطن يعني التعبير، كل يعني باختصاصه، كل باسمه بثقافته. يمكن احمد نحن بدانا معك بذكر انه الشعراء يمكن هم الاكثر حظا في ايصال مشاعرهم، هل هذا صحيح فيما يتعلق بالمشاعر الوطنيه؟ والله هي القصيده رساله، والشاعر اتمنى ان يكون فنان، يعني يحاول رسم على كل الموجات، الوطن، الحب، الغزل، كافة يعني الخيارات. الشاعر قد يكون يعني يحاول التعبير كتابة هو الأقرب أو الأكثر، فيعني هو يعني له نصيب يمكن الحظ الأوفر. أكيد أحمد، ترى ما عليك منا، يعني نفس الشيء، يعني يوم يطلع منا يطلع، إحنا نتفاجأ ما شاء الله عليه. لا علي، عنده أشياء وفنيات جميلة. لا يعني بالعكس، عندي بالعكس، نحن كواكب في سماء نجومكم، بس بنحاول نستفزك في أيام قادمة. لا يبالنا شوي نستفز عشان يطلع. يعطيك ربي الصحة. احنا كنا نتمنى انك تكون معنا هنا في الاستوديو برفقة حبيبنا ايضا خالد الشبيبي، يعني يكون الشعر وايضا يكون العمل التطوعي والمبادرات ايضا. طبعا انا بديت بالشعر، ولكن كان مفترض اني ايضا ابدا ابارك لاخوي خالد الشبيبي هذه الخطوة الجميلة وهذا المسار الرائع اللي يعني للأمانة نفتخر فيه جميعا. ومبارك لك وكل عام وانت بخير خالد. الشاعر أحمد على رأسي، الله يطول عمرك، وانت ممثل رائع للعمانيين يعني، وللجد والاجتهاد والتمثيل الجميل. يستاهل قصيدة خالد؟ أكيد أنه يستاهل احتفالية أيضا. خلاص هنا جلال يقول لك هو راح ينتقه إذا عديت القصيدة. خلاص أنا مستعد. أحمد شكرا شكرا. أحمد خبرنا إيش سر عشقك للخيل. والله مشاعل يعني الخيل كائن جميل تربينا عليه وعشقناه ولا ننسى أيضا دعم مولاي حضرة صاحب الجلالة في العصر الحديث أو في الأيام في عصر النهضة، داعم حقيقي وبجهد كبير للخيل والفروسية عموما. وما ننسى اليوم السنوي اللي دائما يشرفنا مولاي حضرة صاحب الجلالة دون كل الرياضات، أنه يعني يرعى السباق السنوي دائما في بداية كل عام، وهذا دعم كبير. وعموما العمانيين يعني تربوا دائما على ربط الأصالة بالحضارة، وهذا ما تربينا عليه يعني. الحمد لله. بس قبل ما تودعنا حابين نسمع كرز منك.
احنا طماعين على فكره طماعين. والله ما ادري يعني ايش فاجاتيني يعني لو خبرتونا. على تعرف كيف احمد نحن الحين قبل شيء ماكلين فطاير فنحب الحين ناخذ كرز شوي نحلي. لو بيتين لو بيتين ثلاثة أربعة ألو فعلا يعني أيوة معاكم. فيعني ما أذكر إيش اللي أقوله لكن في بيت يقول تصدق يا الكرز من كثر ماني أعشقك بجنون أحس الكون ما يصحى بدونك وانت في فراشك. هذا اللي تذكرته يعني أنا الكرز أعرفه في الثلاجة يا أحمد. والله هو شوف يعني هو إيحاء لا خطير بلا شيء خطير. يا رجل هي مجرد إيحاءات. يعطيك ربي الصحة والعافية وسعيدين بهذه السانحة وأنك شاركتنا هذه الدقائق وإن شاء الله يكون في لنا وصال آخر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تحياتنا. شاكر لكم كثير هذه الدعوة الكريمة. شاكر لجلال لضيفكم خالد وكل عام وعمان دائما ملدانة متوشحة بثوب العزة والرصانة والله يطول عمر مولاي حضرة صاحب الجلالة ويعود لنا آمين يا ولتكتمل الأفراح الحقيقية بعودته إلى البلد. آمين وكل عام والجميع بخير وانت بصحة وسلامة يا رب. شاعر أحمد بلوشي كنت معانا في كذا وقفة بسيطة تحفتنا بكلماتك. شكرا لك. شكرا لكم. مع السلامة. تحياتنا مستمعينا لجمال محمد مبوسعيدي وتحياتنا لكل اللي قاعد يسمعنا وقاعد يرسل لنا الحين على 90456 وعن طريق الانستغرام او تويتر. ونروح الحين للانستغرام يا علي. وتحياتنا ايضا للكرز ونسير للانستغرام. هذا الرسائل اللي وصلتنا يقول مساكم اعياد وطنيه نوفمبريه جميله وكلها افراح ودعوه للجميع للمشاركه في مسيره الخير والبركه بولايه الحمراء السبت المقبل الساعه 8 صباحا نقطة التجمع قرب بنك مسقط بالولاية مرورا بسوق الولاية التجاري وصولا إلى النادي القديم بالولاية. يقول لك بنفسج كلها هذه الزوايا توت وظننك هنا من قبل مريتي.
يا سلام. صباح اطلالتك وانا عليك اموت بلا استفهام في اكثر حشاجيتي. تحياتنا لكل اللي قاعد يتواصل معنا وايل يقول الغربة تجعلك تشتاق وتحن لهذا الوطن الغالي في كل الاوقات والشوق يزداد واضعافا في عرسها السنوي من جزر المالديف. وليد الحاتمي تحياتنا لك يا وليد من جزر المالديف. كل التحية للي متواصلين معنا على حسابنا على الانستغرام وايضا من الرسائل اللي وصلتنا. مساءكم نوفمبري فاتنة. فاتنة أنت يا سلطنتي بابتهالات العيد وألوان الربيع، كل عام وعمان جميلة بقائدها بهيبة شعبها، من دارك عمان لين بلاد الألمان توصل تهاني الفرح والشوق، يكسبها يا سيدي العيد في هالعام ما زام ما دام نور الوطن خارج أراضيها. طبعا ممكن سموحة مستمعين أحيانا نقول ما توصل بطريقة إيه صحيحة، لأن شوية هي ما توصل مترتبة، إحنا عندنا المشكلة هي إيه هي هالمشكلة. رسالة تقول من عبد الرحمن العبري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم والمستمعين الكرام وكل عام وأنتم بخير. حقيقة أشعر بالفخر والاعتزاز بقائدنا الحكيم والغالي، نسأل الله تعالى أن يعود لوطنه مشافى معافى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، اللهم أمين. ويا رب تكتمل الفرحة بتأهل المنتخب للدور نصف النهائي غدا عندما يواجه الكويت، اللهم يا رب. الله يوفق المنتخب. المنتخب عفوا يعني عنده براعم يعني مستقبل ان شاء الله راح تكون، لكن الان ينقصنا الهداف حقيقه. بالفعل كلامك صحيح، الكرة يعني نوصل ونخترق وكذا، لكن اللمسه الاخيره بالفعل هي اللي يبغالها شويه، يبغالها تركيز، يبغالها طوله بال، يعني شويه في تشتت في الذهن، لكن يلا عسى يكون الحظ من نصيبنا ان شاء الله يا رب. هم بيواجهون طبعا مباراه جدا قويه جدا جدا جدا، لازم يفوزون على اساس الكويت هو كان فايز على العراق في المباراه الاولى. إذا نتمنى التوفيق للمنتخب. نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا مستمعينا. من رقية تقول وطن له في سماوات المجد حكاية، وصدا يحق لنا أن نفاخر به، لأسرة شباب على الهوى كل التقدير والحب والشكر على البرنامج الذي تجبرنا روعته على البقاء بصحبته يوميا، مليون وردة ووردة لقلوبكم وجهودكم ومشاعل لا تنسيني من اكسسوارات العيد الوطني. تحياتنا لك يا رقية. وين من ورانا تهدي الناس انت؟ وين وين يا رقية؟ قولي قولي حق جلال يعطينا نوعي مساكين ولا نفسي شيء. لا جلال لابس الخنجر الذهبي والسيفين وكذا، مضبط اموره زين، شوف اخوانك. ان شاء الله يا رقية ما يغلى عليك، الوطن غالي وان شاء الله. بس خلينا ناخذ المكالمة اللي قاعد تنتظر علي، ننتظر ناخذ الاتصال ونقول اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليك السلام، مساك الله بالخير. مساء النور، مساء نوفمبر، مساء قابوس، يعطيك رب الصحة والعافية. انت هادي شوي، لكن نتمنى ان يكون هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة. هو باسم الحب اذا كان الحب من القلب، يا سلام. باسم القلب اذا كان القلب من الجسد، باسم الجسد اذا كان الجسد هبة من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ان الماء لا يمكن أن يجف من كل البحور، وكما أن العطر لا يمكن أن يتبخر من كل الزهور، وكما أن الشمس لا يمكن أن تغيب عن عالمنا شهور، كذلك حبك يا سيدي قابوس لا يمكن أن يتغير ما دامت تحلق في السماء طيور. يا سلام عليك فارس العوفي. فارس بكلماته نحن انت ألقمتنا، يعني اضطرينا نصمت لانه يقول لك الصمت في حرم الجمال جمال. عادي يعني انتوا قاعدين هناك انت والمبدعة الاخرى اللي بجنبك، يعني قاعدين تعطوا الحلاوة وتعطوا الجمال. الله يخليك مالك زول، تشدوا الاخرين يعني يتصلوا ويتكلموا ويتحدثوا. وبأمانة أنا أمشي في الشارع يعني وأسوق السيارة وبكيد أولى بهذا الأطفال وصرائحهم وكلماتهم جميلة. صحيح كلام بأمانة، يعني كم مرة أمسح دموعي أنا أقول بخلص الكلينكس معي في السيارة.
الله يسلمك ويعافيك. هو الوطن، هو الوطن، وطن من نور، وطن من فرح. يعني الأطفال لما كنا نسمعهم قبل شوي لما يتكلموا ويعبروا بأريحية، يعني هذه الأطفال براءتهم بحد ذاتها للأسف انقطع الهاتف، الاتصال. كنا نتكلم عن براءة الأطفال مثل ما ذكر، هو يعني شيء تدمع له العين بالفعل، رغم أن احنا يعني هذه طبعا المقطوعة تبع الفلاشة تبع الأطفال خصيصا عاملينها لشباب برنامج شباب على الهواء، تعبنا عليها كثير مستمعينا وتعبوا الأمهات لما سجلوا في واحد من الأطفال كان خاطري أن يسجل، لكن للأسف سواها فيها، توجه له تحية مالك الحسني ورفض أن يسجل. بس وش قصته هذا؟ وش قصته؟ أنه ليش خالو مشاعر ما جات البيت في الويكند في الإجازة، وعاد بعدين سمعت لما هو سمع أخوانه أي تضايق تنرفز، أنا ما أريد خلاص يغار أي حس بغيرة. طبعا تحياتنا لكل الأطفال، لكل اللي قاعدين يسمعونا، ومهما سمعناهم كأننا قاعدين نسمعهم من أول وجديد ولأول مرة، يعني شعورنا ينبض وقلوبنا تنبض دائما بحنين الوطن. وتحياتنا أيضا لفارس العوفي اللي كان معنا قبل شوي وكلماته الرائعة، وناخذ اتصال آخر ونقول يا فارس العوفي ما زال يعني موجود معنا. علي رجع معنا فارس؟ أي ألو ألو. أيوة ألو. يا مرحبا، يعطيك ربي الصحة والعافية. يمكن طرنا في السماء شوية وطلعنا برا الحدود فشبك شوية فرجعت شوية. هي هذه إن شاء الله توصل بالسلامة اللي مبتغاك ولوجهتك يا رب يا فارس، وكلماتك بالفعل أثرت فينا. فارس كيف؟ نقول دائما طبعا نقول رسالة نوجهها لمولانا صاحب الجلالة حفظه الله وأعطاه الصحة والعافية، وهو في نقول له أنت فعلا أنك خارج حدود الوطن، خارج حدود السلطنة، خارج حدود البلد اللي ترعرعت فيها وأفنيت فيها عمرك، لكنك أنت داخل حدود القلب والروح. كل مواطن عماني نبت على هذه الأرض الطيبة. وفي المقابل أيضا أنا في شاب جميل رائع يعني من الشباب اللي فعلا أنا أفتخر فيهم كونهم شباب عمانيين يعطوا بأقصى طاقة عندهم وعندهم روح وثابة. طبعا الجميل والرائع خالد الشبيبي اللي موجود معاكم ما شاء الله، يعني من الناس أيضا اللي يعني شدون أيضا للاتصال إننا أقول كلمة حق في هذا الشاب العماني الرائع اللي يروح ويتجول ويعمل تجوال والرحلات ليعطي يعني نوع من الطاقة الإيجابية للشباب العماني المثالي العالي جدا. صاحب رسالة، هو صاحب رسالة أيضا، صاحب رسالة فعلا. ولاحظ يعني على الرسالة لما تكون رسالة صحيح. يعني طالعة من القلب، يعني رسالة فعلا تحمل مشاعر إنسانية. هنا يختلف الوضع تماما، مثل ما نتحدث قبل الآن عن الإنسانية والحب والولاء للقائد ولصاحب الجلالة وللوطن، أيضا هذه الرسالة لما تكون أي شيء يطلع من القلب يصل إلى القلب يعني بشكل إيجابي بالفعل. صحيح. مساك وطن أخي فارس، وأنا أقول في ختام هذه طبعا على أساس ما أطول عليكم يا فارس، أقول بخطر نعم يسلم عليك خالد. مساك وطن، مساك أفراح نوفمبرية أخي فارس. الله يسلمك يا خالد، ووصول مبارك لأرض السلطنة في الله يبارك في حياتك. 18 من نوفمبر. الله يبارك في حياتك. طبعا لنقدم قطرة في بحر قدام الذي أفنى عمره وشبابه. الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله. هو طبعا خلودنا أبونا يعني أكيد. يعني الأب الروحي لهذا البلد يعني بالكامل للشباب ولكل شخص مترعرع في هذا البلد صحيح. وللعالم أجمع عموما يعني بشكل أكيد. عام اللي صنع السلام وصنع الأمن والأمان في العالم. وأنا أقول في النهاية باختصار شديد ثلاث كلمات أختم فيها معاكم. أنا أقول إنه الولاء، إنه الانتماء، إنه قابوس أوفى الأوفياء. يا سلام. مساءك وطن وفرحة عامرة بإذن الله يا فارس العوفي، وأتحفتنا بكلماتك وباتصالك الدافي بكلمات معبرة بحرنا فيها أنا وعلي، سرحنا صمتنا صمت طويل صحيح. مع الكلمات. الله يسلمكم والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله كذا بهذه الوجوه والبشاشة اللي فيكم يعني من تعلق إلى آخر إن شاء الله. الله يسلمك ويعافيك ولكلماتك عطر عطر خاص. جلال اخوي يستاهل التحيه، ما مقصر ما مقصر جلال. تحياتنا لك يا فارس، الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك، مع السلامه. عاش حبيب الشعب
عاش حبيب الشعب لشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس عاش حبيب الشعب لشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس يا فرحة عمت أراضينا ونور العيد ليالينا عماننا بالورد والزينة كأنها عروس عاش حبيب الشعب للشعب عاش الصحراء والجبل لبسوا ثياب العيد واحتفلوا تلك الملايين له تشدو الابن والوالد والجد لعناقه ملهوفة تعدو تفديه بالنفوس عاش حبيب الشعب للشعب حبيب الشعب محروس السلام والهمة يا قمة ما بعدها قمة لك في بلاد الأرض شعبية شرقية كانت وغربية قابوس والحكمة عمانية منهاجكم دروس عاش حبيب الشعب للشعب وطني أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر أيها الوطن يا من أحببته منذ الصغر وأنت من تغنى به العشاق وأطربهم ليلك في السهر أنت كأنشودة الحياة وأنت كبسمة العمر وطني عمان من لي بغيرك عشقا فأعشقه ولمن أتغنى ومن لي بغيرك شوقا أشتاق له وطني عمان وعماننا قابوس تحية نوفمبرية مسائية من برنامج شباب على الهواء لكل اللي قاعد يتواصل معنا مستمعينا وطولوا بالكم شوية علينا إن شاء الله راح نقرأ رسائلكم بإذن الله رقية ناصر تقول الوطن له في سماوات المجد حكاية وصدى يحق لنا أن نفاخر به لأسرة شباب على الهواء كل التقدير والحب والشكر على البرنامج الذي تجبرنا روعته على البقاء بصحبته يوميا مليون وردة ووردة لقلوبكم وجهودكم قريناها الرقية تحياتنا لك يا رقية تستاهل رقية تستاهل أكيد نقرأ أيضا رسالة أخرى من لميس الحسني هذه هي اللي تصممنا الرمزيات نسوي لها دعاية شوي اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واحفظ لنا السلطان قابوس اللهم آمين شكرا لميس رسالة تقول مساء السلام عليكم مساء هلا مشاعل هلا كاتبة هلا خلفان علي موجود ما مشكلة كلنا خلفان سمعنا هذيك عاملية خلفان
إذا تحية لزميلنا العزيز خلفان العامري واليوم ماخذ إجازة شوي مريح. نور تقول نحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها ونحن نحبك للأسباب التي تعلمها. مساءكم وطن غالي ينبض بروح القائد الغالي قابوس، دمت فخرا لعمان. أيضا ذات الشخص يقول حتى إحنا متابعين برنامج من البداية وحتى آخر ثانية من برنامج، لأن أنتم تستحقون المتابعة لأنكم رائعون. تحياتكم. تحياتي لكم. تحياتي لكم متابعة بصمت. زين انك عبرتي يا نور. طالما انها تكلمت يعني هي موجودة ما صار. ياسمين تقول يا عساها دوم فرحة وطن، الله يسعدنا برجوع الغالي حبيب الوطن، امين يا رب. ام محمد تقول كل عام والوطن بألف خير، والله يحفظ والدنا وقائدنا السلطان قابوس. رجع يقول أخوي علي السلام عليكم، أختي مشاعل السلام عليكم، الحمد لله احنا بخير أطياب، دامكم أنتوا أطياب كل عام وأنت بخير بعد. ترليون هي هاي. هي هاي بخير إن شاء الله. بس ليش الإسراف؟ ترليون واجد حرام عليكم، ما نستاهل يعني. يعطيك ربي الصحة والعافية. نسير اللي موقعنا وصفحتنا على تويتر ونقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا، ومنها نقول أيضا المهندسة أم عمار تقول طبعا العيد هالمرة مختلف بعد اطمئنان الشعب على صحة القائد، المسيرات والاحتفالات بكل مكان، ربي يكلل هالفرحة بعودة سلطاننا بالسلامة. وتحياتنا إلى ربيع بن زايد الخلاسي متواصل معنا على السمع. وأيضا نرجع ونقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا. المهندسة أم عمار أيضا راسلة صورة جميلة لأبنائها تقريبا وهم يتوشحون بالوشاح الأحمر والأبيض والأخضر احتفاء واحتفالا بالعيد الوطني 44 المجيد، وسعيدين بهذا الوصال. المهندسة أم عمار. شبكة أخبار ولاية ضنك تقول عسى أيامنا كلها أفراح وتكمل احتفالاتنا بقدوم المقام السامي إلى أرض الوطن وهو بصحة وسلامة إن شاء الله تعالى. سعيدين بوصال الجميع. وأيضا نتلقى اتصالاتكم على 2469-8151 وللرسائل النصية القصيرة على 90-456. كل التحية لكم. ولؤلؤة الحياة تقول عجزت كل الأقلام والحروف عن وصفك ولو بالقليل يا سيدي، عد لنا سالما غانما ونرفع الكفوف لك يا الله، أرجعه لنا حتى يكتمل عيدي. نواصل قراءة الرسائل ونقول أيضا من الرسائل اللي وصلتنا على تويتر أبو خالد القهوري تحية إليه من المتابعين الدائمين. تحية لخالد شبيبي، تحية لك خالد من أبو خالد القهوري، ويقول هذا المجهود الذي يقوم به إنما يدل على وطنيته النابعة من القلب، ألف تحية وكل عام وهو بخير. إذن هذه كانت جولة سريعة في بعض الرسائل اللي وصلتنا على تويتر. ناخذ اتصال نقول يا مرحبا. يا مرحبتين. يعطيك ربي الصحة والعافية. الله يعافيك ويسلمك، كيف الصحة أخي؟ الله يسلم غاليك. من معنا؟ معاك الشاعر سيف الشعيلي. حياك الله سيف الشعيلي، من وين تكلمنا؟ الله يسلمك، والله طال عمرك من الصحراء من فهود. يا سلام، هناك مع الأجوال الباردة والقمر والنجوم عاد تطلع القريحة الشعرية. لا الأمور طيبة خاصة في الصحراء، لكن ضغط عمل بعض الأحيان القريحة تنزل تحت ما تطلع. تطلع من الضغط. الله يطول لعمرك حبيبي. في البداية حقك الأمر حبيت أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا عزنا فخرنا حفظه الله تعالى الله، ولكن كانت متأخرة فما ذنبني إذا كانت متأخرة التهنئة. لا بالعكس، وقتها حاولت أتصل يا شيخ بس ما حصلت خط يعني. سعيدين، نحن سعيدين بوصالك مهما كان. وأنا أسعد طال عمرك. نسمع منك شيء شعرنا؟ نعم طال عمرك، بمناسبة الخطاب السامي لمولانا حاضر صاحب الجلالة حفظه الله وعاده إلى بلاده سالما غانما بعنوان 4 دقائق، بحكم أنه الخطاب كان 4 دقائق حقيقة الأمر نزلت القريحة في 4 دقائق. يا سلام عليك. بعنوان يا سيدي 4 دقائق. يا سيدي 4 دقايق أحيا ترمي من ترابه يسمع خطاب كان شايق ويشفي سجي من مصابه
يسمع خطاب كان الشايق ويشفي سقي من مصابه يا سيدي كل الخلايق سجدت شكر شيب وشبابه يا سيدي كل الخلايق سجدت شكر شيب وشبابه قلوبنا شبت حرايق من شوقها تنطر جوابه قلوبنا شبت حرايق من شوقها تنطر جواب وبظهوركم كل المناطق رقصات طرب وعزفة رباب يا سلام يا فخرنا في غرب ومشارق يا نور عالم قد مشابه الكون من دونك هو ضايق يبكي وقد ضيع الصواب الكون من دونك هو ضايق يبكي وقد ضيع صوابه بدموعه أروى الحدايق وأغراق السهول معه ضابه معلومة والعالم مفارق تاج السلام وطول غيابه أرواحنا بصدق الحقايق تفديك يا عالي الجنابه أرواحنا بصدق الحقايق تفديك يا عالي الجنابة وتدعو لكم رب الخلايق يشفيك من سوء ومصابة وسلامتك يا طويل العمر الله يسلم الله يسلم جميل حالك الشلة. ملوم ملوم والعالم مفارق تاج السلام وطول غيابه وطول غيابه الله يرجع بالسلام ان شاء الله اللهم امين انت انت متاهل للمرحله الاخيره وفالك البرق الله يطول عمرك والله يعطيك ربي الصحه والعافيه سيف سيف الشعيلي انا بسمعك بيتين بدك تعطيني الاجازه لكن الله يطول عمرك لا تورطني الحين على الهواء يلا نبغى نسمع نبغى نسمع يقول لك انت ذكرت الان قبل شوي اربع دقائق انا بعد عندي شيء اربع دقائق كذا اي صح قلتها دخيل والديك إلا نسمعهن لا جميلة يلا قول علي يقول لك للعيد فرحة وفرحتي هاليوم عيد عيد للعيد فرحة وفرحتي هاليوم عيد قتنا البشارة بصحته وبانت لنا حقايق حقاينا وما عاد عندي شي نعيده أو أزيد غير أن عمري غدا هاليوم أربع دقايق الله 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 صحة لسانك صحة لسانك شعرنا يعطيك خلاص متأهل إن شاء الله متأهل أنا خلاص أنت أخذت البيرق يعطيك ربي الصحة والعافية وسعيدين بوصالك وإن شاء الله هكذا أبناء الوطن الشباب في كل مكان في الصحراء وفي السهل وفي البادية وفي البحر الكل جالس يطلع بدوره ويساهم في بناء الوطن بالفعل برنامج شباب على الهواء مفتوح لكم ومنبر للشباب لكل اللي حاب يعبر لكل اللي حاب يشيل شله يقول قصيده احنا كلنا اذان صاغيه لكم ويعني ونفخر بتواجدكم باتصالكم معنا معنا الشعر يعطيك ربي الصحه والعافيه الظهر انه خلاص راح يكمل الشغل يعطيك ربي الصحة والعافية الشاعر سيف الشعيلي ونرجع ندردش شوي مع ضيفنا هنا في الاستوديو وكل اللي حاب يعني عفوا يشوف صورة خالد على حسابه على الانستغرام على حسابنا أيضا على الانستغرام على شباب راديو أمان وعلى حسابه هو نفس الشيء كم حسابك على الانستغرام وش الاسم خالد شبيبي باي انجلش خالد شبيبي عجبتني هاي باي انجلش I'm sorry It's okay We are fine يعطيك ربي الصحة والعافية أكيد عندك أنت بعض الصور اللي هي أشياء تصير عرضية خلال الرحلة وش هي الصورة العالقة في ذهنك صور كثيرة مواقف طريفة صور كثيرة مع الأطفال مع ونحن نرفع علم السلطنة في المعارض أيضا في المستشفيات يعني قالك يصورك رادار وانت في السيكل
لما نوصل دار مخفف بس انه ما مسموح. طيب عاده بالليل في بعض الاماكن تكون الاناره مش متواجده يعني خاصه في خطوط بعض دول الخليج. حتى عندنا هنا بعد في عمان بعض الاماكن البعيده السيكل في اناره فسفوريه في حاجه اوصف لنا كذا شكلها يعني بما انك حرمتنا من شفته. احنا وضعنا صور على الانستغرام اتوقع في وحده بس ما واضحه كثير. طبعا الدراجه فيها الإنارة من الأمام والخلف. في الفترة المسائية يكون اللبس الفسفوري مع الإنارة على الجوانب يعني إشارات. وفي ليزر نفس الشيء يوريك الخطوط تحت. ممتاز حلو. يعني أنت الآن كله بمجهود ذاتي لتجهيز الدراجة الهوائية والملابس وكذا. في دعم أتوقع أنا أشوف الآن على القميص اللي تلبسه، ياريت لو نشير للجهات الداعمة. الجهات الداعمة الراعي الرسمي وزارة الشؤون الرياضية، شرطة عمان السلطانية، وراعي ذهبي بنك الصحار. نوجه لهم التحية طبعا. والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ما قصرت، جهزت لنا مادة وأيضا كتغطية إعلامية، يعطيكم ألف عافية. وفي أيضا وهجي الخليج يعني نزلت بين فترات كذا عن مراحل الرحلة صح عثرا قناة الوصال أيضا وجريدة الوطن صحيفة أخبار عمان وبرنامج شباب على الهواء. وبرنامج شباب على الهواء هو اللي غطى الرحلة أصلا. لا حقيقة مثل هذه المشاريع الشبابية مشاعل، وأيضا المستمعين يعني خالد الشبيبي، وقبل شوي كان عندنا أصحاب مبادرة العلم بطول 2300 متر، يعني مشاريع تستحق أن الواحد يسلط عليها الضوء. صحيح. فإذا كان من تسليط من جانب الهيئة أو من الإذاعة فهذا مجرد يعني حق إلهم. صحيح. يعني لا نمن عليهم بشيء من ذلك. أكيد. ولابد أن إحنا كإعلاميين نظهر الإنجازات اللي أنتم قاعدين تقومون بها كشباب، خاصة أن جهودكم تكون دائما فردية. إحنا من باب أن إحنا نوصلكم للجمهور اللي حاب، لازم لابد أن يعرف أن في شباب قاعدة تقوم بالأعمال اللي كذا 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 كذا، وهذا واجبنا إحنا يا خالد. جزاكم الله خير. أكيد الإعلام له الدور، وأيضا هي رسالة تعتبر لشعب يجب أن يوصل بعض الأعمال التي تخدم المجتمع لبقية أو المستمعين في بقاع الأرض من جانب آخر. أكيد. ما واجهت انتقاد يعني البعض ما واجهك بانتقاد قال لك والله أنت وش بلاك تصير في هذه الشموس وفي الصحاري، يجي عليك مطر، يجي عليك غبار، خلك في بلادك هنا واستريح. والله الذي ينتقد عمل وطني أتوقع أن ما ينتقد خالد، ينتقد وطن. محبطين هذا. أيوة هم محبطين، ولكن بالعكس لما هي قليل يعني أنا حصل محبطين، ولكن بالعكس لما خلينا نقول لو حصلت 10 محبطين بالعكس أنا أزيد 10-20 درجة. جميل جميل. يعني بالعكس أنا أحاول أثبت نفسي. جميل. وعلشان ما نقول أن نغيظهم بالعكس، علشان أن هذا الشخص اللي تحاول انك تحبطه وهو يقدم للوطن يرفع علم السلطنه ويتكلم عن حب ومشاعر يعني تعبر عن ليس خالد شبيب وانما رساله تنسجم او يكون فيها خليط منسوق بين افراد المجتمع حتى يطلعوا بصوره اكيد هو رايح توصل له وبيتعلم من درس الوطنيه. طيب يا خالد يعني واحنا الحين قاعدين نتكلم وندردش معاك اكيد في بعض الشباب قاعد يسمعونا ويقولون وعندهم اهتمامات بقياده الدراجة الهوائية اللي هي السيكل وانهم حابين يمكن يخوضون تجربة معك، فهل في مجال يعني انك انت في السنوات القادمة في خطة انك كل اللي حاب يتواصل معك او يتكون فريق ان شاء الله في مجال انهم يدخلون معك؟ عندك انا على سبيل المثال ممكن تشمي معك ولا تقول هذا يورطني؟ لا بالعكس نتشرف كل مكان عمل منظم عمل يلا رسالته يلا قيمه واهدافه، بس أهم شيء أن يكون في جهات تتعاون لأن تعرف لو نركب أو خلينا نقول لو كونا الفريق بالعكس تشريف ليس لخالد شبيب فحسب وإنما هو اسم السلطنة وأيضا رايح نعكس أو نصل لأفراد ونشجعهم على القيادة الصحيح باستخدام الدراجة واستخدام في الأماكن المخصصة. ولكن يبقى أنا يشرفني بالعكس يعني أي أحد يريد يتعاون معي بالعكس. وممكن الأهم هو الرسالة اللي أنتم جالسين تحملوها. صحيح. ما مهم العدد كم شخص يشارك لكن المهم الرسالة والعمل اللي جالسين تقوموا به. بالفعل. ولكن أيضا هي رسالة أي أحد يكون يحب يتعاون معي أهم عنده شيء. اهتمام عنده اهتمام يقينه هو يعني جاهز من نفسه وراغب في نفس الوقت يعني ما يخرج عن طور. إذا كنا نحن نتكلم على سبيل المثال عن السلامة المرورية
ما اليوم معي في السلام المروري وبكرة ما يتقيد يكون ملتزم ملتزم يعني, يعني يمثلني أنا كشخص يعني, أو خليه يتكلم مع رسالة, يكون مؤمن بالمشروع, مؤمن بالفكرة. ما اليوم أنا مع خالد ونتكلم عن السلام المروري أو عن الحوادث, وبكرة هو مخالف, وبكرة هو مخالف. لا هو يعني كل ما كان العمل وطني, كل ما كان يعني نابع من القلب, حتى وأنت مهما يكون في تعب, مهما يكون في يعني عراقيل بعثرات في الطريق, يعني أنت تطلع وتقوم بكل حب, لأنك قاعد تشوف قدامك عمان, قاعد ترفع اسم عمان, اسم قابوس, اسم أهل عمان. طبعا احنا يعني ما زلنا متواصلين معك خالد شبيبي, وفي رسالة وصلتنا تقول حابة تسمع العازي تبع مهرجان نزوة. اسمع. أهل المسلمين كبر الله أكبر, أسود عزب أسود, أسود أولاد العم, أسود بحر طم, أسود مشهورين, أسود مخبورين, أسود رجال قابوس, أسود أهل الناموس. يا هو المسلمين كبر الله أكبر, يوا بالحمد لله الكريم رب تنزه من الصفات, يا رافع العرش العظيم من بعد سبع عاليات, يا هوا بصلوا على سيد البشر ختم الرسل والمنزلات, يشفع لنا يوم الحشر في يوم تبلى الذاكرة, يا هواب يا ذي الغبيرة ابشري نور سطع في الكائنات, مطل ثام وكبري وانس الليالي المظلمات. نجدد ترحيب بكم مستمعينا الكرام, مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامج الشباب على الهواء في الدقيقات الأخيرة, هنحاول نطلع كلمة كذا. إذن من عمر برنامجنا لهذا اليوم كنا متواصلين معكم من الساعة الثانية وراح نتواصل إلى الساعة الرابعة تقريبا. أيوة. وحديثنا لليوم كان عن مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني, والبعض راسل هنا صور على حسابنا على الانستغرام, على تويتر, على تويتر. رقية تقول أفراحنا أنت يا وطني, وجميلة الصور, صور أطفال, سيارة, صور مزينة بأعلام عمان, محمد الرواحي. هذا شخص راسل كعكة هنا, احتفال كلية الحقوق. جميل, حلو الكيكة. طيب اللي عنده فضول الآن يدخل على حسابنا على تويتر ويشوف الصور, بإمكانه متابعة الصور وجميع المقاطع اللي ترسل على هذا الحساب للحلقات بعد انتهاء وقت البرنامج. أيضا من رسائل اللي وصلتنا لؤلؤة الحياة تقول: كيف أبتدي وصفي لك, وكيف أتوج أحاسيسي في قصدي ما أوافيك حقك, والتعبير عنك يعجز قلمي, دمنا دمانا تسري مع دمك, حبك يسري في عروقنا سيدي. تحياتنا للؤلؤة الحياة. ناصر الزيادي يقول: مساء الخير لكم وعمان نبض واحد, وتحياتي لأسرة البرنامج. أي هاي من مظاهر المسيرة, الظاهر الهاجس راسل صورة. راسل صور دراجة نارية. دراجة نارية. نحن نتكلم اليوم عن الدراجات الهوائية.
الدراجات النارية لهم بعد مساحة إن شاء الله نحاول نفردها في لقاءات قادمة. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا أمي عمان تقول: تعجز الكلمات عن الوصف، عن وصف ما بداخلنا من مشاعر وحب لهذا الوطن وقائده الغالي، عاش حبيب الشعب رجل السلام، اللهم احفظ لنا قابوس. اللهم آمين. وخالد الجهوري، أبو خالد الجهوري يقول كل عام وأنتم بخير، أرسل صورة جميلة لطفلة ماسكة صورة صاحب الجلالة وكاتبة أحبك يا بابا قابوس. تحياتنا لها، صورة جدا رائعة وجميلة بالزي التقليدي العماني، جميل، عروس ما شاء الله عليها. كل شخص يعبر بطريقته في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية. وطن عنوانه الإخلاص والوفاء. شكرا نبهان الهنائي، كل الشكر لك. لك يا نبهان، وأكيد كل واحد يعبر بطريقته. المقداد يضحك يقول سيكل على شارع رادار، مستحيل يصيد سيكل يا مدي. كانت من باب المداعبة يعني، والمداخلات الطريفة لعلي دائما. يعطيك العافية المقداد بن سعد. أيضا هو رسل هنا يقول المقداد بن سعد الصوري يقول: شاعر أحمد البلوشي، تسلم يمينك وتسلم يمينك على الكلمات عن الوطن، وصح الله لسانك. ناصر الزيادي أيضا رفع علم السلطنة في صورة لما نرفع في قمة جبل علم عماني، رفع في أكبر جبل في ولاية المضيبي تحديدا قرية الوشل، بعد صلاة الفجر طلعوا شبابنا إلى قمة الجبل ويعني ورفعوا العلم. ما شاء الله عليه، هذا لابس مصر. تبارك الرحمن عليه. ناصر زيادي، مساء العيد وفرحة الأطفال، وتحياتي إلى أسرة البرنامج. تحياتنا لكم. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا من المقداد الصوري سمائل، يقول سمائل والفرض مايل. تحياتنا لكم. إذن هذه كانت جولة سريعة مشاعل في رسائلنا اللي وصلتنا على تويتر، سعيدين بكل اللي تواصلوا معنا لليوم. خلينا نقرأ آخر رسالة. عبد الله الراشدي يقول: أسعد الله مساكم، أعاد الله علينا وعليكم هذه الأفراح إن شاء الله عواما وأعوام، كل عام وأنتم بخير. وصلنا تقريبا للحظات الأخيرة من عمر البرنامج. قريب نختم معك خالد، يعني الآن المرحلة القادمة، أنت الآن هذه الجولة الثانية، وش راح تكون المرحلة القادمة، وش راح تضيف إن شاء الله؟ والله أنا أحاول أن يعني نرفع اسم السلطنة وعلم السلطنة في الوطن العربي وفي العالم. يعني الأعياد الوطنية ممكن أنها يعني تتجدد كل سنة، لكن المشاعر، مشاعر الولاء والوفاء تبقى ثابتة هكذا مترسخة فينا. البعض يقول أننا نجدد العهد، لكن العهد باقي إن شاء الله. لا، هو كرسالة أيضا نحن نقول نجدد الولاء والوفاء، ولكن فتحت عيوننا ونحن نسمع مولاي يحفظه الله، وأكيد أن الولاء موجود. الله يحفظه. آمين يا رب. ونشكر علي كل اللي تواصل معنا على 90456، ونعتذر منكم لأن ما قدرنا لضيق الوقت أن نقرأ رسائلكم. شكرا عزة، شكرا إسماعيل القاسمي، شكرا للصبحي، شكرا لكم جميعا، ونعتذر أن ما راح نقدر نقرأها. وإن شاء الله بكرة علي، خلينا نذكر مستمعين إن شاء الله بكرة راح نستمر في فرحة وطن اليوم الخميس لحلقة أخيرة في برنامج شباب على الهواء بإذن الله مع عابدين. إذن تغطية إذاعة الشباب متواصلة لهذا المهرجان، هذا العرس العماني الذي بدأ منذ 5 نوفمبر المجيد بخطاب مولانا حضرة صاحب الجلالة. هذا الخطاب الذي أعاد النبض إلى قلوب العمانيين وأيضا المقيمين وحتى أشقائنا الخليجيين والعرب. يعني سمعنا اتصال من أخونا المزروعي في بداية الحلقة، يعني هذا يدل على ترابط النسيج الخليجي حقيقة. نعم. ويسعدنا يعني نحن كعمانيين، وأيضا نحن نبادل إخواننا وشقائنا التحايا، ونتمنى لهم ولحكامنا دوام الصحة والعافية آمين. إن شاء الله. اللهم آمين. كلمة أخيرة راح نقولها: أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب. إذن تحايا لكم من فريق البرنامج لهذا اليوم. أيها الوطن المترامي للأطراف، وطني وطني عمان، ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب. طبعا كان معاكم مستمعينا في الإعداد علي بن محمد صعر، وعبر ناقل الصوت كانت معاكم مشاعل بن سعيد القاسمي وزميلي علي صعر. معكم أيضا كان في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، وأيضا المخرج جلال الخويطري، ورافقنا أيضا طوال ساعتين البرنامج زميلنا وحبيبنا خالد الشبيبي. أكيد، وما ننسى نشكر مصممة الرمزيات لنا في برنامج شباب على الهواء لميس بنت بدر الحسنية. نلتقي لنرتقي، دمتم بأوطان وفرحة وطن.
تنشرها وللسلام صدى أفعالها تحال رايتها في ذرى الجوزاء تنشرها وللسلام صدى أفعالها تحال عض إليها بسر المجد فارتسمت على رباها